السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المرأة في مشارق ومغاربة، إن شاء الله تكوني بخير وعلى خير. المرأة الذاكرة الله سبحانه وتعالى، المرأة الصائمة القائمة. نتمنى من الله أحوالك وأحوال عائلتك تكون بخير وعلى خير في مشارق الأرض ومغاربة يا رب العالمين. وكنشكر المتتبعين، راني شفت لقيت 12 دولة اللي بعد المتتبعين راه من 12 دولة إن شاء الله. اللهم زيد وبارك، اللهم يا رب. حنا باغي الأجر والثواب يا ربي، ما باغي لا شهرة لا سمعه لا هذاك، باغي حنا اجر وثواب يا رب العالمين. وبغينا تكون صدقه جاريه لينا، وتكون كذلك ميزان الحسنات لكل المتتبعين ديالنا وكل من يرسلون التعاليق الجيده والجميله والرائعه، كنشكرهم من هنا. وكذلك كل من كيساند هذه القناه. هذه القناه ليست ماديه، هذه القناه لوجه الله صدقه جاريه ان شاء الله تعالى، وتقبلها الله سبحانه وتعالى. خويا حبيبي الله يرحمه ويوسع عليه، هو الله يرحمه ويوسع عليه، دايرها صدقه جاريه ليه هو. لذلك قد ما دعمتوا لكم الاجر والثواب، قد ما درتوا تعاليق رائعه لكم الاجر والثواب، وانكم حقا تحبون الخير. اما من اللي كيدير العكس فهو معروف، كيدوي على داكشي، كيعبر على داكشي اللي في قلبه، داكشي اللي الداخل ديالو في قلبه. ما نطولش عليكم اليوم ان شاء الله. لاحظتوا انا دايره المعدنوس، باغا نتكلم على الفوائد ديال المعدنوس في على البشره. معدنوس على البشره، هذا معدنوس بيو طبيعي، او وجدت المحبق كامل حطيته فوق الطبله باش تشوفوه. المعدنوس معروف بانه سبحان الله العظيم غني 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 جدا بعده مواد وعده فيتامينات وعده اشياء اللي مفيده للبشره، البشره بجميع انواع البشره سواء الدهنيه او الجافه او المختلطه جميع. وكيتستعمل ممكن انك تقوم به بعده اشياء، من بينها انه كيحيد نقط سوداء لي بوان نوار، كيحيد سميتو دوك الطبيع لي طاش، الطبيع اللي كيكونوا داك الكلف اللي كيكون في الوجه، الطبيع ديال مثلا المراه اللي كتكون حامله بعد الحباله ديالها كيبقى وجهها فيه داك الكلف، داك الكلف كيحيدو هذا المعدنوس سبحان الله العظيم. شوف كيبيض البشره كذلك، وكيزودها بواحد النضاره، واحد النضاره واحد اللمعان، زياده على انه كيحيد التجاعيد يعني داك التكماش ديال الوجه، يعني اونتي ريد اونتي روغي. وكذلك ملي كتستعمليه كتكثري الاستعمال ديالو، وكيفيدك وكيفيد البشرة ديالك بفيتامينات بمعادن بأشياء كثيرة اللي كيحتوي عليها هذا المعدنوس. كيفيدها، كيولي مثلا سنك 40، ولكن ملي كثر الاستعمال ديالو كيبان لك السن ديالك أقل، كيولي يبان الوجه ديالك أقل من السن ديالك، يعني كيبان أقل ب 10 سنين أو 12 عام يعني كيدير. وهذا راه مفيد بالنسبة للنساء اللي كيحافظوا على الجمال ديالهم وباغين الشباب ديالهم أنهم يبقاو دائما كيبانوا بأنهم شابات وصغار رغم السن. لذلك غندخل معاك للوصفات، انا هضرت على الفوائد ديالو للبشره، غندخل للوصفات. كاينه الوصفه الاولى، انك كتاخدي المعدنوس كثير، انا درتها شويه قليل لان عندي انا غنوريكم من بعد. كتاخدي ربطه ديال المعدنوس، كتنقيها تغسليها، كديرها في الماء، كتغطيها، كنأكد على تغطيها وديرها تغلى شي شويه حتى تطلق اللون ديالها الخضر. ملي كنقول تغطيها باش تحيدي منها، باش ما تمشيش منها الزيوت الطياره، باش ما تفقديش القيمه ديالو، كتغطيه باش الزيوت ديالو كلها كتبقى فيه. كتاخدي واحد القطن، قطن دائري، ها هو قطن، كتاخدي كديري هنا بحال هكا داينه، وكتحاولي دوزي على وجهك كامل. كنعتذر الدميه راني ما جبتهاش، المونيكا ما جاتش لي كندير على لابراتيك، خليتها في الدار لهيه. يعني كديري وكدوزي على وجهك كامل، بعد ما الوجه كيتنظف بصابون عادي طبيعي ماشي ديال الريحه، صابون طبيعي كتنظفي وكلشي، كدوزي عليه بهادي وكتخليها 15 20 دقيقه. ديريها لوجهك وسيري شقايق دي تتفوت ديك 15 دقيقه، ومن بعد غسلي وجهك. كيعطي نتائج رائعه، نتائج جد رائعه. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، ممكن انك تشدي هاد الخليط هذا وتزيدي عليه معلقه ديال مايزينا، ها هي
مايزينا، انا نوريها السميه من باش نوري سميه الشركه مايزينا. ولا ما كانش اختي عندك مايزينا ممكن الفارينه، الفارينه القياس ديال مايزينا معلقه الا درتيه كدير جوج معالق الا كانت ربطه كبيره، ونسيطر ديال الماء كدير جوج معالق وكديريه كتخليه يطبخ فوق النار مع التحراك، مع التحراك ديالو حتى كتحصلي على واحد الكريم. داك الكريم كتشدي بواطه صغيره، بواطه عندك صغيره بحال هادي مثلا، بحال هادي بواطه صغيره بحال هادي تكون صغر منها، دوك اللي كيكونوا ديال يسمو ديال الكريمات وكلشي، وكتاخد داك وكتدخل وكديريه فيه. ملي كديريه كديريه في الثلاجه، الوقت الطريقه الاستعمال ديالو كذلك، الوجه كيتنظف بصابون طبيعي، صابون طبيعي ما فيه لا ريحه لا والو، ما فيهش حتى شي مواد لا حافظه لا والو، صابون طبيعي وما كاين احسن من الصابون الصفر. تغسلي به كلشي كتتنقى وكديري هذا الماسك، كديري هذا الماسك حتى هو كذلك 20 حتى 15 حتى 20 دقيقه، ربع ساعه حتى 20 دقيقه ماشي مشكل، راه طبيعي راه معدنوس طبيعي ماشي مشكل. ديريه ومن بعد كتغسليه. هذه الطريقه الثانيه. دابا غندخلوا للطريقه الثالثه. الطريقه الثالثه نفس الطريقه الثانيه تماما، هو ما كتخليش شويه كريمي ملي كديري فوق العافيه، ما كتخليش كريمي، كتحاولي انك تبقاي تخليه يطبخ يطبخ حتى كيعقد مزيان. ملي كيعقد مزيان كتشدي ليمول اللي عندك، ليمول هدري الله حيت منه الصابون، وكتخوي داك الخليط تما كاينه وكتخليه كيبرد، دخليه الثلاجه. من بعد ملي كتدخليه الثلاجه كتحصلي على هاد الصابون، هاد الصابون كتحصلي على الصابون، راه كديري في الاشكال ديال القوالب اللي عندك، الشكيلات اللي عندك كديريهم فيه. انا راه عندي مازال قرعه اخرى اللي هي عامره، كتحاولي ديريه وكلشي. راه هو مزيان كيحيد قلت لك الكلف، كيحيد لي طاش نوار، كيحيد لي بوان نوار، كيرجع البشره شباب، كيبيض البشره، كيجعل الجلد ديال الوجه كله لون واحد، ماشي داك المبرقع، لون واحد. وهذه هاد الصابون، الطريقه ديال هاد الصابون انا كتغسلي به عادي بحال ملي كتغسلي كتخرجي على برا وكلشي، ملي كتجي للدار كتبغي تغسلي وجهك بالصابون ديال الريحه او اي نوع ديال الصابون اللي كتغسلي به، كتاخدي هذاك تغسلي به عادي، غسيل ديال الصابون العادي. الغسيل ديال الصابون العادي، هذه هي الطريقه ديالو. هذه الطريقه الثالثه. كاينه الطريقه الرابعه. الطريقه الرابعه كتدخلي مثلا كتكوني خارجه وكلشي وجهك مغبر وكلشي، كتجي كتغسلي وجهك حتى كتنقيه بصابون عادي، بصابون صفر عادي، كتجي كتاخدي طريف من هذا وكتدوجي على الوجه كامل فازك، كدوزي عليه، كدوزي عليه كامل الكوش الاولى، المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، حتى كيولي لك وجهك كيبان فيه الخضوره، وتخليه مده 15 حتى 20 دقيقه وتجي تغسليه عادي. كيسد المسام، راه مزيان كيسد المسام، اللي عنده المسام شويه متسعه وعندو جلد الدجاجه او جلد الحمامه، كل واحد كيقول اش كيقول لي الحمامه اش كيقول لي الدجاجه، راه كيسد داك المسام ما كيبقاش متقب بزاف، راه كيوحد اللون ديال الوجه، راه كيبيض، راه يعني راه ضد التجاعيد، كيرجع السن اللور، يعني تكون واحد عندها 40 سنه ملي كتستعملو كتولي كتبان يلاه عندها 30 سنه. هادو هما الطرق، انا اختي عطيتك دابا ربعه ديال الطرق. هاد الطريقه الاخرى اللي كديريه ملي كتغسلي وجهك مزيان وكلشي، كتحاولي ديري دوري صبعانك بطرق دائريه، كيخرج منه كيخرج منهم واحد داك الجلد الميت بحال ان غوماج، كيتستعمل بحال ان غوماج. الطريقه الرابعه ان غوماج، الطريقه الرابعه ان غوماج، كتحاولي بطريقه دائريه كدوري منها، كتنشطي الخلايا والدوره الدمويه ديال الوجه، منها كذلك كتحيدي داك الخلايا الميته وكذلك داك الجلد الميت اللي كاين في البشره. هالو اختي، نتمنى من الله انك نكون فدتك، وراني استعملت نظرا للطلب مده طويله، طلباتهم مني مدام اسماء، تحيه لمدام اسماء من هنا حتى لعندها، حتى هي معنا من عائله اليوتيوبر داز، من هاد العائله، تيرا طلباتو مني مده طويله هادي، ويلا عفا الله باش نديرو. انا بغيت ندير باش نقوم بالبراتيك ديالو من الاول حتى الاخر، قلت نسالي هذا الساعه عندي عادر كثير، صوبت النهار الاول صوبت داكشي كثير كثير، لان كان عندي هاد المعدنوس ديال الجرده
البيو كان عندي كثير وما بغيتوش انه يضيع، صوبت منه كثير وحطيته في المجمد، حطيته في المبرد يعني في الثلاجه، المبرد فوق في القراعي او في بواطه ديال البلاستيك. كل مره كنجبد نستعملو ملي كتساري عاوتاني كنستعمل الاخرى. نتمنى من الله ان تعجبكم هاد وتستافدوا منها، راه جد صحي ومفيد، غني بالفيتامينات بالمعادن باشياء كثيره للبشره. لذلك نتمنى من الله اختي انك تكوني بخير وعلى خير وان الوصفه تعجبك. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.